الله سيد عدنان، انا موالي موالي من مصر وصديق معك على الصفحه، احببت ان اسلم عليكم، انا احب شعب العراق. اللهم صل على محمد. اهلا ومرحبا سيدنا الفاضل بك وبمصر الحبيبه. حياك الله سيد عدنان. عندنا واحد وهابي في المسجد خلى الامام يصلي وطعن الامام قتل. نعم، وهابي جعل الامام بيصلي وطعن الامام في المسجد فقتله. شفت اجرام الوهابيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وانا لله. سيد عدنان يعني بس الحمد لله الناس مسكوه، يعني مسكوا هذا الرجل. اولا هذا قتل مظلوما وهو في محراب صلاته. ارفع صوت شويه يا شيخ عدنان لان صوتك بعيد. قتل مظلوما، الله اكبر. اولا هذا قتل مظلوما وهو متقرب الى الله سبحانه وتعالى في صلاته، فهذا الرجل هنيئا له لانه عندما قتل قتل وهو ملتجئا الى الله، وهو الله متقرب الى الله، الله وهو نيته مع الله سبحانه. واللي قتله دوت سيد عدنان زنديق. بس على كل حال اللي جاي بيقول، انت عارف سيد عدنان تعرف مين دوت، من هذا الرجل؟ ولا ما سمعت؟ المقتول؟ لا هذا الرجل، الرجل المقتول هو شهيد المحراب عمر بن الخطاب، واللي قتله الزنديق الملعون ابو لؤلؤة المجوسي الارهابي. فاول ارهاب حصل في تاريخ الاسلام في مسجد هو من قبل الملعون الزنديق ابو لؤلؤة المجوسي، قتل عمر بن الخطاب. وشكرا لك انك قلت هنيئا. توقف يعني خلاص الشيخ عدنان. لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم المكر، لا تستخدم المكر. لا ده مش مكر يا سيد عدنان، ده فخ. وبعدين عشان اول شيء انت الجميع اللي بيستمع لك، اول شيء انت سويت الان استخدمت يجب عليك ان تذكر اسم كان عليك اللي بالبدايه اللي ذكرت الاسم، فذكرت الاسم بالنهايه وهذا نوع من انواع المكر. لا علشان انا ذكرت الاسم في النهايه عشان قلبك مليء بالحقد والكراهيه والبغض لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحبيت اضرب لك مثال يا سيد عدنان، مثال واقعي، لان انت الان في بث مباشر يستمع اليك المئات. افا سكر الخط، الله اكبر. عرفتم هنيئا له، قتل مظلوما وكان متقربا الى الله تبارك وتعالى، والذي قتله هذا انسان فاسق، هنيئا له. اما قتله كيت وكيت وكيت، فطلع اما الموضوع طلع اللي قتل عمر بن الخطاب شهيد المحراب قتل سيدكم ابو لؤلؤة المجوسي. توقف توقف توقف، كنت عليك ان تبلغني باسم عمر الاول. قلوب مليئه بالحقد على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب مليئه بالكراهيه والبغض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اجل ذلك بنضرب لكم الامثله. هكذا يتم نصب الفخاخ لساداتي ومعممي الإمامية الاثني عشرية.